بعد نهاية الصلاة نقوم بدعاء جماعي، فهل ما نعمله جائز؟ بعد إقامة الصلاة أو بعد الصلاة؟ بعد نهاية الصلاة. بعد نهاية الصلاة لا يجوز الدعاء الجماعي في أي حال من الأحوال. دعاء الجماعي الذي يقوله جماعة بصوت واحد أو يدعو واحد ثم يتابعونه، يلقنهم إياه ثم يتابعونه، هذا بدعة، سواء بعد الصلاة أو في حالة غير ذلك، سواء في الصلاة بعد الصلاة أو في الطواف أو في غير ذلك. الدعاء الجماعي بدعة، وإنما المشروع أن يدعو كل مسلم لنفسه بمفرده، أن يدعو كل مسلم لنفسه ولإخوانه ولوالديه ولإخوانه والمسلمين لنفسه بمفرده، دون أن يرتبط بأصوات جماعية وتنغيمات حتى تصبح كأنها أغاني. فهذا مع أنه بدعة هو كذلك مما يشبه الأغاني ويشبه الأذكار الصوفية المبتدعة، فالواجب ترك هذه العادة والابتعاد عنها، سواء بعد الصلاة أو في حالة غير ذلك. الدعاء الجماعي كله بدعة في أي حال كان. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.